أول حاجة نهضر لك على الموسم ديال الفرقة. الحمد لله الموسم داز كيف ما كنا خططنا ليه بالقدوم ديال المدرب الجديد. الهدف المسطرة اللي اخترناه هو أننا نلعبوا على مركز من المراكز الثلاث نجحنا فيه، وكيف ما كيعرف الجميع أن فريق الجيش الملكي معروف بالألقاب ديالو، بخصوص لقب كأس العرش اللي هو كيف ما كيعرف الجميع والجمهور العسكري، وأن فريق الجيش الملكي كيلعب كيحب كأس الفضية. والحمد لله داك الشيء اللي تأتى لنا وبرهنا باللي فريق الجيش الملكي عائد بقوة، والحمد لله قدر نقول لك شوية من اللعيبة ديال فريق الزعيم أرجعت، والموسم بالنسبة لي موسم ناجح زعما من جميع النواحي. موسم ناجح بهذا بشهادة ديالنا وبشهادة المتتبعين وبشهادة ديال الجمهور ديالنا. يعني شحال هادي شفنا فريق الجيش الملكي كيلعب بواحد الكرة اللي هي حديثة، كيف ما كنقولوا كيخرج الكرة بزاف الحوايج. يعني الحمد لله الموسم ناجح 100% غنقول. وبالنسبة للعام ديال حريمات، يعني في الأول فاش نتحقش بالفريق كيف ما كيعرف الجميع أن حريمات ما كنت في الفاتح، كنت في قنيطرة، يعني ما كنتش الاسم مسموع في المغرب. يعني بالقدم ديال الفريق الجيش الملكي في الأول كيف ما كتعرف فرقة كبيرة، ما كيعرفوكش الناس، كيكونوا الناس كيقولوا شكون هذا، يعني هادشي عادي بالنسبة لنا في الكورة. يعني الحمد هذا خديته بالنسبة لي، أنا خديته حافل وباش نبين القدرات ديالي في داخل رقعة الملعب. والحمد لله داكشي اللي تأتى ليا بالمجهودات ديالي وبالمجهودات ديال الدراري صحابي وبالمجهودات ديال المدربين، لا السعد رحيم طالب لا المدرب الجديد ديالنا زفان. يعني قدمت واحد المستوى اللي هو طيب ورق الجمهور، وكيف ما كتعرف يا اختي دنيا الجمهور العسكري يعني ماشي جمهور اللي غتكذب عليه ولا شي حاجه، يعني الناس ولات كتفهم في الكوره، يعني مزيان راك مزيان، ما مزيانش راه ما مزيانش. والحمد لله الموسم ديالي انا مع فريق الجيش الملكي موسم ناجح، وكنتمنى نختموا بلقب كاس العرش ان شاء الله. ان شاء الله احنا بطبيعه الحال مازال كنتسناو لادات اللي غادي تلعب فيها نهائي منافسات كاس العرش ما بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني. ربيع، يعني من بعد التالق ديالك هذا الموسم احنا عارفين كيفاش كتكون الميركاتو، كيفاش كيكون يعني اللاعبين اللي كيتالقوا خلال الموسم لابد كتسمع لهم هضره. احنا سمعنا بزاف ديال الحوايج بالنسبه لربيع حريمات، والسؤال واش ربيع حريمات غادي يستمر رفقه فريق الجيش الملكي الموسم المقبل؟ ما نكذبش عليك اختي دنيا، كيف ما كنعرف اللاعب المغربي يعني ملي كتكون كتقدم واحد المستوى اللي هو طيب جميع الانديه كتطلب الود ديالك. انا اللي نقدر نقول لك دابا هو ان ما نكذبش عليك، يعني كاين عروض عند وكيل الامل ديالي، بالمناسبه اللي كنوجه له الشكر اللي هو هشام التعبي اللي هو اللي كان السبب الرئيسي في القدوم ديالي لفريق الجيش الملكي. يعني كاين عروض ولكن انا كربتني واحد العقد اللي فيه باقي ليا سنتين مع فريق الجيش الملكي، يعني كنحترم العقد ديالي. و كيف ما كيعرف الجامعة الناس هنا في المغرب يعني ما كتكون عندك كتكون كتقدم مستوى جيد، يعني كاع الفرق تيطلبوا الود ديالك. وانا دابا اختي يعني مازال مستمر مع فريق الجيش الملكي، وكيربطني بواحد العقد اللي باقي فيه سنتين. يعني شوف حتى الا كانت شي حاجه كاين وكيل الامل ديالي كندرسوا داك الشيء اللي كيجي، وديك الساعه كيكون خير. مي ربيع حريمات دابا مع فريق الجيش الملكي وباقي لي العقد ديالي سنتين. واضح جدا. وجوستومون الاهداف ديال ربيع حريمات رفقه فريق الجيش الملكي بالنسبه للموسم المقبل؟ اختي ما نكذبش عليك الطموح كيزيد كبر ملي كتبدا كيف ما شوف الجامع لنا دابا خدينا تروازيام بلاس، وديجا تكلفينا لا فينال ديال لاكوب عن جداره واستحقاق نفسنا الفرق القويه في هذا العام. يعني العام الجاي ما عندناش اي عذر اننا نلعبوا على البوديوم، نلعبوا على المركز الاول اللي في البطوله اللي نشاركوا نمشيو ابعد حد في المسابقه الافريقيه. وكيف ما كيعرف الجميع ان كاس العرش يعني كل عام الفريق الجيش الملكي كيلعب عليه، ما عندناش اي عذر العام الجاي باش ما نطلعوش للبوديوم. نعم، وكاين بزاف ديال لي ميساج من المستمعين ومن المشجعين ديال فريق الجيش الملكي وحتى ديال الانديه الاخرى اللي تبارك الله كتكلم على ربيع حريمات. واحد المستمع اللي هو زهير كيقول لنا ربيع ديال فريق الجيش الملكي ايغال بوسكيت ديال البارسا. زمن ياسين كيقول لك حريمات دار موسم جيد جدا، الجيش ولات كتعرف تخرج الكره من الدفاع للهجوم، وما بقاش داكشي ديال ضرب وتبع.
خلاها فتح العلوي. هذا زمان جياتي اللي صيفطنا هذا الميساج. كاين بزاف ديال حميد سبعي كيقول لنا عوده الجيش الملائكي لتألق هذا الموسم شيء جيد جدا. فالاسد يمرض ولا يموت، حظ اوفر لفريق الجيش الملكي. كاين بزاف ديال لي ميساج. سفيان بوغلي كيقول لنا الجيش الملكي فقط. فكاين بزاف ديال لي ميساج بالنسبه لربيع حريمات. كنعتذر من الناس اللي ما قدرتش نقرا لهم لي ميساج، بقاش فريمون كنتوصلوا بزاف لي ميساج ربيع حريمات. كاينه كلمه من عند اسماعيل الزايدي، تفضل اسماعيل. انا كاضافه لان عجبني واحد الميساج مني قال بوسكيتس ديال المغرب، وفعلا عنده بزاف النقط ديال التشابه مع بوسكيتس. وخصو يفكر، خصو يتفرج بوسكيت بزاف ويتفرج، لانه دار واحد الموسم رائع، وسيرتو مني كيكون كيشوف كيشوف زعما في المرمى ديال الخصم. كنظن ان ربيع حريمات الى طور انه مني كيكون عاطي الدار ديالو لادفيرسير، يمكن يكون من احسن اللعابه اللي غادي يدوزوا في الميليو تيغان ديال المغرب. وهذا هو ماشي نصيحه ولكن تساؤل، كيفاش يقدر يطور هذه القضيه؟ لانه فعلا في الجيش كيف ما شفنا في السنه اللي فاتت، وكيف ما قال هو راه بدا كيلعب مع طالب ومن بعد مع سفان، طور المستوى ديالو حيت ولا تيعرف فين خاصو يمشي باش يخرج الكره. كنظن ان ربيع حريمات كنتمنى ليه حظ سعيد، وكنتمنى زعما يخدم على هذه المسائل باش يزيد يطور راسو في هذه السنتين اللي باقي مع الجيش، او لا غير الاجواء باش يكون من احسن اللاعبين في ميليو تيغان ديفونسيف. ما عرفت الراي ديال كذلك ديال مصطفى بيدودان، تفضل مصطفى. فدنيا تنقول انا برافو برافو الحريمات، لان تبعته من البدايه، يعني لاعب قليل الاخطاء كتشوف في ميليو تيغان سورتو بالنسبه للبوست ديالو. لان دنيا شوف راه ما سالش، يقول لك السهل الممتنع. شنو هو؟ هو ملي كتلعب بجوج لمسات لمساتين كيشتاكو هو حتى التمركز ديالو داخل الميدان، لانه هذا التمركز الدنيا راه ماشي ساهل، راه تيبغي واحد التركيز اللي هو كبير، يعني كيلعب جوج تلمسات حتى في عمليه تكسير الهجمه كيكون ممتاز، حتى يعني من الناحيه الدفاعيه انه كيفاش كيساعد الدفاع، بعض المرات كتلقى حتى من الناحيه الهجوميه واجد، راه سجل اهداف. لاعب اللي تيتقن الدور ديالو على ما يجب، اضافه الى التوليفه ديالو بينه وبين الدودي، يعني عرفوا كيفاش يترجموها في رقعه الميدان. تنظر ماشي سهل ذاك البوست اللي كيلعب فيه، يعني راه طور المستوى وطور الاداء ديالو بواحد الشكل اللي هو كبير. انسان تيلعب يعني حتى بدنيا، دنيا هنا تيبان لك بدنيا ان انسان لي جيان دو في ديالو كيعرف شنو كيدير، يعني كيسالي التمارين ديالو كيمشي ريكوبيري، لانه كتبان دنيا مع مرور المقابلات تيبان لك اللاعب واش مهلي في راسو ولا ما مهليش في راسو. راه ماشي بسهل تلعب مثلا، وسيرتو في الاونه الاخيره ملي كنشوفوا ثلاثه المقابلات، يعني او مثلا مقابله كل ثلاث ايام وكتلقى اللاعب حاضر بدنيا ونفسيا وذهنيا وكذلك يعني والتركيز، لان يعني التركيز راه ملي كتكون بدنيا واجد ومهاريا واجد، وهذه دوك هنا راه ليجيان دو في ديالك خارج الملعب، فكيبقى انسان ملتزم، انسان كيحترم المهنه ديالو، وبان في رقعه الميدان. انا برافو حريمات، نتمنى انه يزيد يطور الاداء ديالو، لانه غادي يكون من الدعائم الاساسيه لفريق الجيش الملكي، وممكن انه يطرق باب المنتخب الوطني بهذا الاداء ديالو. فكنتمنى ليه كل التوفيق، لانه لاعب مجتهد، لاعب اللي اعطى وبصم على اداء جيد وموسم جيد، فكنتمنى لك التوفيق حريمات. فوالا انا غادي نخلي كلمه لربيع حريمات، يمكن الجماهير ديال فريق الجيش الملكي واللي هي كثيره وكتابعنا في هذا الاثناء. تفضل ربيع. اول حاجه اختي كنوجه التحيه للاخوه اللي معك، هذه الشهادات اعتز بها. كيف ما ذكر الاخ اللي معك، يعني الجمهور العسكري يعني منذ المجيء ديالي فريق الجيش الملكي باش لعبت لي بروميي ماتش، يعني شبهوني بوسكيتس، يعني هذا باش يشبهوك بلاعب اللي هو لاعب كيف ما كنقولوا لاعب الاوروبي، يعني لاعب بالعقليه اول حاجه، العقليه الكومبورتمون ديالو داخل التيران برا التيران، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني كيف ما قال الاخ، يعني خاصك تفرج بزاف ديال الحوايج، تاخذ الناس اللي لاعبين بزاف ديال الكره ويلعبوا في واحد الريتم اللي هو عالي، تاخذ منهم بزاف ديال الحوايج. كيف ما كيعرف الجميع ان البوست ديال ميليو تيران يعني خاص تكون كتشوف قبل، كتكون عندك لاكاليتي تكنيك، ما تضيعش كواري بزاف، يعني هذا الشيء كنخدم عليه في الدار، كتشوف بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تستافد منها وتطور المستوى ديالك. وربيع حريمات يعني كيوعي الجمهور العسكري باش يزيد يطور المستوى ديالو ويقدم ما في الجعبه ديالو
باش يكون عند حسن الظن ديالهم ويتبقى الثقة ما بين اللعاب والجمهور. وإن شاء الله لا خوف على الزعيم بوجود التركيبة البشرية وبوجود واحد مجموعة ديال الشباب اللي باغيين يخدموا متعطشين بزاف الحوايج. يعني ما نقدرش نقول لك أن فارق الجيش الملكي بلا ما زعما بلا ما نعاود نقولها, يعني فارق الجيش الملكي فارق الألقاب, وهذا يعني معروف على الصعيد الوطني والأفريقي. يعني كنوعدوا الجمهور بسميتو بسمية ديال جميع الدراري اللي معايا في الجروب أننا العام الجاي نحاولوا نعطيو نفس الشعبة ديالنا باش نخليو فريق الزعيم غادي في الثقة الصحيحة ونسيو الجمهور العسكري في ديك المرارة ديال أن الفرقة ما داتش الألقاب وتعذبات بزاف في هاد 13 سنة اللي مضات, ونحاولوا نرجعوا فريق الجيش الملكي للمكانة اللي كيستحق إن شاء الله. أنا كنشكرك ربي حريمات, شكرا بزاف حقاش قبلتي الدعوة ديالنا ومريتي معنا اليوم. كانت فرصة أننا نتكلموا على التألق ديالك هذا الموسم وتألق ديال المجموعة ككل ديال الفريق الجيش الملكي. شكرا لك ربيع حريمات.